وتوحشناك 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 شيبان موحى والحسين الوالد ديالي عندهم 110 سنه راه تزاد فازرونا يتلحزن. كان قومي وكان جندي موحى الحسين ربانا هو الاستاذ ديال المغرب. موحى الحسين اسطوره ديال لحيه اليسرى. تشاهد الناس غير سيتعجب. وجه من وجوه الثقافه المغربيه الاصيله. كان ديال المجهود ديالي باش نجيب العز المغرب ما كانش يبوش راسي. المايسترو موحى الحسين هو يلخص أو لا اسمه التصق بأحيدوس. إذن حينما نتكلم على أحيدوس فالرمز ديال أحيدوس هو موحى الحسين الشيبان الذي يعتبر معلمة يعني شامخة في المحافظة على التراث الأمازيغي وخاصة في فن أحيدوس. هذا الرجل أبى إلى أن يكون وفيا لوطنه لبلده ولتراثه. هي رقصة اللي هي تحتوي على دلالات سيميائية عميقة جدا، فهي تحيل إلى الحصان الأمازيغي وتحيل كذلك إلى إيجيدر أو النسر. وبالمناسبة فمحاول حسين الشيبان كان يلقب كذلك في بالنسر نظرا
لبرنوصه الأسود اللي هو معروف بالبرنوص ديالو الأسود، وكذلك رقصته الشيقة والأنيقة. ايوا مشيت مع الامريكان ثلاث خطرات، مشينا نيويورك، لوس انجلوس، والديزني، واشنطن. دايرين داخل الامريكان، دايرين داخل الامريكان، بغيت نخفي انا يا نولو من ارتي الخدمه ديال الكالون. هادشي ديال الفوكلور وراه قال لي تهز هادشي، راه نهار نعيا انت فعلا بحال داكشي قال لي، والحمد لله راه هزيت المشعل ديالو وراه كندير الخدمه ديالو، داكشي اللي كيدير كنديرو. ربنا ما تفاهمنا مع محاول حسين في الاشارات ديالو، هو كيضرب البندير حتى يبغى يقطع كيعطينا الاشاره وكان قطع، وكان يقول الشعر، الشعر كيكون جوج شعراء وكيكون ثلاثه الناس ولا جوج الناس بين الشعراء، محاول حسين هو يرد البال على ذاك الشيء كيعطينا الاشاره وكان نقطع. كان يعطي لهم الوقت، كنعطي لهم الوقت باش تعطيهم بعينيك ولا بشي اشاره للسمع؟ غير الاشاره، غير الاشاره، ما كتشوفش فيهم. الا بغاو المغني ديالي يهضر كنهز عينين ديالو عنده، كنقول له اش موجود ولا غير بالعينين كيدير لي هكا عاد نهز الطره.
حسين علمنا ذاك الشيء، دربنا على ذاك الشيء، غير بالغميز كيغمزنا وكنحبسو، كنحبسو، كنهضرو، كي كنهضرو تنزيدو تنعاود في اللعب. حسين عنده الحركات اللي ما قدروش هاد الفراقي الاخرين، يا ما قدروش يديروا الحركات اللي تيدير محاول حسين. محاول حسين راه تيلعب بالبندير ويلعب بالصحة ديالو ويلعب بالاشارات ويلعب بيدين وبرجلين. محاول حسين راه تيلعب شي حاجه خطيره لحيدوس الفن ديال الامازيغي. راه محاول حسين اللي هو في فضل الطلاس هذا، راه محاول حسين اللي علم كاع هذا الريوس اللي تيديروا الفراقي ويديروا هذا، تيشوفوا على عند محاول حسين باش يمثلوا زعما بحال هذا. ومحاول حسين راه عنده شي حركات اللي ما عرفتها شي واحد. كنمشيو للمهرجان، خلينا شي بلاصه فين ما مشينا في المغرب وشي حاجه اخرى. كندير الفرقه ديال الكمانجه وكندير الفرقه ديال الحيدوس. ملي تنكمل من الكمانجه كندخل الحيدوس. I'm
حيت تعرفت معاه فاش جيت لتي غسالين، كان خدم انا وعشوش بالشيخات وهو بالحيدوس، وداكشي اللي كنشوف فيه هو الحيدوس ديالو. قلت لك الرشم ديالو ما كاين لي، هو اللي خلى كاع هادشي ديال سميتو ديال الحيدوس، هو الاول في هادشي. فنان حيدوس كاع كله كاين فنان حيدوس كثير، ولكن اللي كيبقى محاول الحسين هو ظاهره، واحد الظاهره ديال القرن، لان عنده هو تقريبا القرن. كيدير كنديرو، ما زدت شايت عليها زعما، ولا ديك التقنيات اللي عنده اللي عندي انا ما غاديش نزيد عليه شي حاجه. ودوك السلام تبارك الله ديال الفوكلور كاع ديال الروز ديال الفراقي راه هو اللي خلى داك الشيء. ايوا مزيان مع الناس، المهم الا عطى شي واحد كيمشي، ما كيتشطر مع حتى شي واحد، هو كيحشم. وراه الناس تبارك الله راه كيجيو عنده من اي بلاد، جايين الناس من فرنسا، جايين والله الا كاينين الناس من لبنان الا جايين عنده للدار. وراه اللي جا للدار خصو ياكل ويشرب وما يطلقش شي واحد حتى يمشي بحالو. محل حسين الشيبان قديم من حيدوس سيدية، ميسترون تادي بنانا حيدوس الزمان، انتقل على القنص فراق ياضنين، نكوني القنصة قلنا 32 عام يتنخدم، الله يعمر هذا، الجاز الزيلة يدية، أو نكوني مساعدي تساعدي ذنك. نخدمي 40 عام، كفرنسا، كأمريكا، يا سيدي ربات اللي توجع عمرك.
الكراشل في الحرم مشينا الله يرحمنا. إوا كنطلب من الصغار باش يشدوا في هادشي ديال الثقافة وهادشي ديال انا لقيت جدي علمني وعلم الوالد ديالي وريني كنطلبوا باش تكون عندنا واحد المدرسه هنا باش غنعلموا حتى حنا واحد الاجيال اللي جايه باش هادشي ما ينقرضش يبقى دائما تراث ديال الثقافه المغربيه. المحاول حسين 76 أجيت بديخ وفي اختي ديال فرق حدثي إتو عين بزاف إتو يصنع بزاف الدوخد إخي أم قيم قرص أربع قرص إوا يزيد سليت إوا نسال أخي الله ينكع. كنعرف عليه الحيدوس المزيان الاول كاع ديال الاطلس المتوسط راه الخط ديال محاول حسين الشيبان هو اللي اخترع هذا الحيدوس ديال الاطلس. Yeah.
انا كعازف وشاعر محاول حسين عنده ديك الساعه عنده الفرقه وعنده الرجال اللي عندهم الكلام. باقي يمكن هذا الشيء راه من السبعينات، واني نقدر نعرف نعقل على الجوجات اللي عنده ديال الشعر ديال الكلام. عنده ديك الساعات الحصناء واعرب الله يرحمه، عنده سيدي سيمجي الله يرحمه، عنده محان حليمه، عنده سيدي والغزي، عنده الحاج، عنده العبود، عنده الحسن نحو، هادو كاع كلهم في الشعر الله يعطيهم الصحة. عزيز الجمهور، عزيز الجمهور، تاسن تترخي في غيفي عفو سيدي ربي، تاسن تترخي ترين تفعني في رقام، اكيس عاون مولانا، هذا شي ربي العوان، ابغي بشي استلبي، لا تجاهد، تعدل داخل تراهي، تعدل داخل جاون النخ، يواهاتين تعدل داخل جاون النخ، سوينا يزيل، اكيس عاون ربي، هذا شي ربي معاون. علمنا ما عنده بعد الادب، فيه الادب بعد هو الاول، وكيوصيني على الادب وكيوصيني على المواطنين، انا بدا نتصرف معهم مزيان.